تحية طيبة للمشاهدين الكرام. نقدم لكم اليوم حلقة مميزة بعنوان أسرار الغجر، رحلة عبر الزمان والموسيقى. سنغوص معا في عالم الغجر، ذلك العالم المليء بالألغاز والجاذبية الخفية، حيث تتجلى الحرية والمغامرة في أبهى صورها. الغجر كلمة تثير الأحاسيس المتضاربة وترتبط بالحياة الطليقة والرغبة في المغامرة. تلك الكلمة التي تثير الفضول بقدر ما تثيره الأسرار الخفية لعلوم السحر والفلك، داعية إيانا للاعتراف بوجود الغاز في هذا العالم لا تتسع لها نظرتنا العقلانية للتاريخ. التمرد والاستقلالية. يتميز الغجري بتمرده ورغبته في الاستقلالية، يتأرجح بين الثياب البالية والأزياء الفاخرة، ويجذب الناس بتصرفاته ونظراته المشتعلة بالإثارة. تلك العيون السوداء أو البنية الكستنائية التي تبرز على خلفية بيضاء واسعة، وشعره الأسود الكثيف وزينته من الذهب أو الفضة تنافس بياض عينيه وأسنانه. الأصول. منذ القرن التاسع عشر تم طرح فرضيات لتحديد الأصول الأولى للغجر. الدراسات اللغوية للهجة الغجر تشير إلى انتمائها للغات الهندية وارتباطها بالسنسكريتية. انتقل الغجر كقبائل رحل واستقروا في مناطق متعددة، وكان لهم تأثير كبير في مجالات عدة، خاصة الموسيقى. نسل موسيقي. يتمتع الغجر بموهبة موسيقية فطرية، وقد لاحظ ذلك بهورام الذي استخدمهم في قصره. يتقن الغجري الموسيقى بشكل غريزي ويتذوقها بشغف، ويظهر مهاراته الفنية بإضافة زخارف لحنية مليئة بالجمال. التأثير الثقافي. مع وصول الغجر إلى أوروبا أصبحوا مرتبطين بموسيقى هنغاريا ورومانيا. خدمت فرق الغجر النبلاء وشاركوا في الاحتفالات الشعبية، مما جعل جاذبية فرقهم الموسيقية تتجاوز الطبقات الاجتماعية. التعبير الفني. في القرن التاسع عشر وصف فرانز موسيقى الغجر بأسلوب شاعري رومانسي، مشيراً إلى تعاقب الإيقاعات وتراكبها بتعبيرات متنوعة. وقد تجسدت هذه الصورة في الأدب والسينما، خاصة بعد اكتشافها من قبل كلود ديبوسي. الأداء الموسيقي. في أجواء الملاهي الليلية يؤدي قائد فرقة غجرية معزوفة، ويتحول الأداء إلى تعبير موسيقي يصل إلى حد الألم، ثم ينتقل فجأة إلى رقصة متوهجة تستدعي الرقص والتصفيق. والآن نواصل رحلتنا في عالم الغجر وموسيقاهم الفريدة. لآلات الموسيقية للغجر. الكمان. يعد الكمان الآلة الموسيقية الأمثل للغجر، فهم يختارونه بفطرة ويجدون فيه الوسيلة المثالية للتعبير عن أسلوبهم الموسيقي. وإن لم يتوفر للغجري المال لشراء كمان، فإنه يتجه إلى صناعته بنفسه. كما يستعمل الغجر آلات أخرى مثل الفلوت وكلارينت وتزيمبلوم، وهي آلة تعتبر من ممتلكاتهم الخاصة. تزيمبلوم ذات الأصول الآسيوية والتي تنتمي إلى فئة تيمبانون، ظهرت في أوروبا بعد الحروب الصليبية على هيئة لوحة رنانة تحمل عدة صفوف من الأوتار تعزف بمطارق مغطاة باللباد. الأوركسترا الغجرية. تتألف الأوركسترا الغجرية عادة من مجموعة من آلات الكمان، الفيولا، التشيلو، والباص، وأحياناً يضاف إليها كلارينت وتزيمبلوم. يقود الأوركسترا عازف الكمان الأول الذي يطلق العنان لإبداعه، بينما تدعمه باقي الآلات بتناغم متعدد الأصوات يرتجل على الفور دون السعي للتفاخر بالمهارة، بل بالتركيز على تنسيق الألحان أو عزف اللحن الرئيسي. العازفون الماهرون. على مر العصور اشتهر الغجر بعازفيهم المهرة، وقد خلد التاريخ أسماء العديد منهم مثل كارمان وبارنا الذي ابتكر المسيرة المجرية التي استخدمها برليوز ببراعة، وبارون ميسكا، ولعل أشهرهم بهاري جانوس بيلا راديكس الذي نال إعجاباً واسعاً وشيعت جنازته بحضور جمع غفير. التحول الثقافي. لكن مع الزمن بدأت موسيقى الغجر تفقد جوهرها العفوي بسبب الاستغلال التجاري.
مما أدى إلى تحولها إلى عروض تشبه الألعاب البهلوانية أكثر من كونها عروضاً موسيقية جادة، حيث يظهر الموسيقيون مهاراتهم. أنواع ولغة موسيقى الغجر: تضم موسيقى الغجر أنواعاً مجرية مميزة مثل الأغنية الشعبية، الرابسودي، والمقطوعات البوهيمية والراقصة المعروفة بأزرداس. تتألف أزرداس من جزئين متباينين، الأول بطيء وحزين لسان، والثاني سريع ومفعم بالحيوية فريسكا، الرابسوديات الهنغارية، مما جعلها تبدو قريبة من الموسيقى الغجرية ولكن بعيدة عن الأصول الهنغارية. الغجر والفولكلور: في عام 1859 نشر فرانز كتاباً بعنوان البوهيميون وموسيقاهم في هنغاريا، حيث اعتبر خطأً أن الغجر الهنغاريين هم مبدعو هذا الفن. وقد أثبتت الأدلة أن لهنغاريا فولكلورها الخاص قبل وصول الغجر إلى البلاد، وأن الغجر قد استوعبوا هذا التراث وأضافوا إليه لمساتهم الخاصة. وقد وقع بعض المؤلفين الموسيقيين الكبار مثل هايدن وبيتهوفن وشوبرت وبراهمس في خطأ عندما دمجوا في مؤلفاتهم ألحاناً غجرية معتقدين أنها هنغارية الأصل. في نهاية القرن التاسع عشر أبرز العمل الدؤوب لكل من زولتان كوداي وبيلان بارتوك الحقيقة بوضوح تم. هذان الموسيقيان اللذان يعتبران خبراء في الموسيقى الفولكلورية كشفاً عن حقيقة لا تقبل الجدل: الموسيقى المجرية الأصيلة لم تكن محصورة في أيدي الغجر. الإضافات والزخارف التي ادخلها الغجر على هذه الموسيقى أدت إلى طمس الجمال الأصيل للألحان المجرية التي كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياة الفلاحين. الختام: الحقيقة قد تكون أقل إثارة من الأسطورة، ولذا يجب أن يعاد النظر في المفهوم الرومانسي لموسيقى الغجر ووضعه ضمن إطار الفرضيات ما. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وغنية بالمعلومات والإلهام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للمزيد من الحلقات الشيقة. شكراً لكم. Thank you.